تروج أخبار عديدة منذ نهاية الموسم الماضي حول رحيل بعض النجوم عن ريال مدريد وعلى رأسهم خامس رودريغيز وألفارو موراتا، لكن الصورة لا تزال ضبابية بشأن فوز المغادرين للفريق الملكي. مدريد لا تزال نسخة الموسم الجديد غامضة، الأمر لا يتعلق بالقادمين فقط بل أيضا المغادرين. لم تتكشف مآلم الانتقالات ولا مسارات المغادرة، ولو أن الطلب ملح على عدد ممن راجت أسماؤهم في سوق الانتقالات. ما بات في حكم المؤكد رحيل ألفارو موراتا ابن الدار، ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد، واليوم خرجت صحف مدريد بصور والد ألفارو ألفونسو وممثل المهاجم خوانما لوبيث، وهما متجهان إلى مقر النادي الأبيض للتفاوض حول مستقبل موراتا، وقد يحسم أمر انتقالي نهائيا خلال اليومين المقبلين. نجم آخر رحل يقضي عطلته بعيدا عن الأنظار، تاركا خلفه كما هائلا من الشائعات والأخبار. خامس رودريغيز تحدث المقربون منه عن رحيله عن ريال مدريد، والنادي لا يبدو مستعدا للتخلي عنه بأقل من 75 مليون يورو. صحيفة ماركا توقعت إنهاء الأمر سريعا للحسم في أمر يافع بيتيس ثيبايوس، والذي طالته أطماع برشلونة ويوفنتوس. يوفنتوس الذي يبدو متلهفا للظفر بغنائم مدريد. يقولون هناك في تورينو إن مالك النادي جون إلكان أخبر الرئيس أندريا أنيلي بأنه مستعد لضخ ملايين اليوروهات في صفقة ضم جاريث بيل إن أراد النجم الويلزي ارتداء ألوان سيدة العجوز. لكن بيل ليس الهدف الأول ليوفنتوس، بطل إيطاليا يريد بشدة جلب الظهير البرازيلي دانيلو. ريال مدريد يريد جني 30 مليون يورو من صفقة بيع اللاعب، لكن اليوفي اقترح نصف المبلغ فقط، وبين المبلغين يظل دانيلو حائرا في الميركاتو كحيرته داخل الملعب. ولكي يكتمل المشهد، لم يحرك رونالدو ساكنا ولم يؤكد أو ينفي ما رجع حول رغبته الرحيل. صحف مدريد تقول أن صمت رونالدو يفرمل ميركاتو ريال مدريد، أما أنصار النادي فيريدون معرفة ما يدور في رأس الدون من فمه لا من ماركا وأس، فهل يخرج رونالدو عن صمته ويطمئن النادي وأنصاره؟